مرحبا بكل متابعين قناة كوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. مفاجآت اليوتيوبرز ما بتخلص أبدا، حيث أعلنت نارين بيوتي قبل شوي عن أغنيتها الجديدة والفيديو كليب اللي رح ينزل يوم الخميس يوم 13 بالشهر، حيث رح تكون أغنية بعنوان عيش حياتك. فنارين بيوتي اشتغلت على هالغنية من قبل 4 أشهر بشكل سري جدا، حيث فضلت أنها تخليها كمفاجأة لمتابعينها ونشرت هالستوريهات للإعلان عنها على الانستغرام. Oh my god، كتير متوترة لأنه حأحكي شيء كتير مهم بالنسبة لإلي. خبرتكم بالستوري الماضية إنه في خبر مهم رح تعرفوه اليوم، وصار وقت إني شارك معكم هالخبر اللي لي تقريبا فترة 4 أشهر مخبيته وعم اشتغل عليه. So Oh my god. So الخبر هو انه الي فترة 4 أشهر عم جهز لغنية جديدة. يس، مثل ما سمعتوا في غنية جديدة انا كنت عم جهز لها. بصراحة ما حبيت شارك معكم الموضوع من قبل لانه ما كان بدي يتشوش عقلي، فهمتوا كيف؟ حبيت انه جهز العمل اعمله 100% نظامي بكل الحماس بكل الطاقة وبكل المجهود، بعد ما يكون جاهز خبركم عنه. واليوم صار فيني لكم انه العمل صار 100% جاهز وصار وقت اني شاركه معكم. كتير متحمسة شارك معكم هاي الغنية لانه حتكون مختلفة. وقت بقولكم مختلفة يعني مختلفة، هالغنية حتكون مختلفة عن كل الاغاني اللي عملتها من قبل، ان كانت مع مو فلوجز ان كانت هلا يا سيدي ما في خبي، هاي الغنية غير. سو كتير متحمسة اني شاركها معكم. حانشر صورة على انستغرام وشارككم كل التفاصيل عن الغنية، وكتير متحمسة اشوف شو ردة فعلكم حتكون. ترقبوا البوست ويا ادعولي وان شاء الله يا رب حيعجبكم الشغل اللي عملته. ونشرت هالبوست على الانستغرام وكتبت فيه معلومات كتيرة على الاغنية وعملت تاج للمغني تيم محمد. كتير متحمس للاغنية والفيديو كليب، مين متحمس كمان؟ شاركوني رأيكم في خانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.